السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التطبيق على الموبايل خطير خطير بمعنى خطير، هتفهم ليه دلوقتي لما اقول لك ان هو خطير. answer.ai، لو انت عندك اي سؤال مجرد بس تعمل سكان للسؤال يجاوبك عليه. يعني التطبيق ده المفروض يتمرن في الامتحانات بشكل قوي جدا، تمام؟ انت اديته الاسئله ويجاوب عليها، يعني مش تاخدها كوبي بيست حتى، لا هو جاهز يعني اعمل سكان خلاص انت جبت، خلاص دمر الهوم وورك. طب الحل ايه للموضوع دوت؟ الحل ان المدرس او الدكتور بيدي الاسئله للطلبه ولما يجيبها لهم يناقشهم، طب ليه انت عملت دي، طب ليه خليتها تلت، ليه خليتها ربع، وهكذا.